أهلا بيكم، أنا إيمان سرحان، استشاري علم نفس في تنمية العلاقات وتطوير المجتمعات. سعيدة أن أنا معاكم النهاردة، لأن في ظل الظروف اللي بنمر بيها مؤخرا بسبب فيروس كورونا، عارفين أن في أسر كتير بتواجه تحديات وصعوبات في تربية ورعاية أولادهم، خاصة مع توقف المدارس والظروف الاقتصادية اللي ممكن تكون بتأثر على بعض الأسر. علشان كده في الفيديوهات دي هنقدم لكم نصايح سريعة وبسيطة من خبرتنا وتجربتنا علشان نقدر نعدي الفترة دي بسلاسة وأمان ونخليها أسهل علينا وعلى أولادنا. في حياتنا عادة بنمر بتغيير، لكن بنكون متوقعينه وكمان بنحضر له. لو في بقى مولود جديد جاي للعيلة، إيه اللي بيحصل؟ ممكن جدا نحتاج إن احنا ننزل نشتري حاجات للمولود دي، أو إن احنا نجيب حاجات جديدة في البيت، أو نغير العفش اللي في البيت بطريقة معينة. كل دي حاجات بنبقى مبسوطين او عايزين ان احنا نعملها علشان تساعدنا ان احنا نتأقلم مع التغيير او الوضع الجديد. اما لما بيتفرض علينا التغيير ده وبيبقى مفاجئ، بيبقى مطلوب مننا ان احنا نبطل حاجات بنعملها ومتعودين عليها بقالنا سنين، او ان احنا نبتدي نعمل الحاجات بطرق مختلفة. ده بيبتدي يزرع جوانا احساس بالتوتر والقلق. وكمان لما بيكون مطلوب مننا ان احنا ما ننزلش من البيت او مهددين في شغلنا، ده كمان ممكن جدا يخلي عندنا احساس بالغضب. ايه اللي احنا نقدر نعمله علشان خاطر نسهل على نفسنا وعلى اولادنا التأقلم؟ اول حاجة مهم جدا ان احنا نكون مرنين وصبورين، ندي نفسنا وقت ان احنا نتأقلم مع الوضع الجديد، وكمان ندي لعائلتنا وقت ان هما يتأقلموا. تاني حاجة ان احنا كل يوم الصبح نسأل نفسنا ممكن نعمل ايه النهاردة علشان نبقى مبسوطين وسعداء، وكمان ان احنا نسعد اولادنا او نساعد حد محتاج مساعدة من عائلتنا او حتى حد يساعدنا. فممكن حاجه بسيطه جدا زي النهارده مثلا نقرر ان احنا هنطبخ اكله احنا بنحبها، وكمان هنشرك اولادنا معانا علشان كلنا نستمتع بالوقت ده مع بعض. ثالث حاجه محتاجين ان احنا نركز على الحاجات اللي بنقدر نتحكم فيها، ازاي بنقضي وقتنا، نظرتنا للحياه، وخاصه للفتره اللي احنا بنمر بيها دلوقتي. فممكن جدا ان احنا نبتدي نكتسب عاده جديده، زي مثلا ان احنا كل يوم نلعب رياضه لمده 10 دقائق. ممكن تبقى حاجة بسيطة في البيت زي استرتشات أو حاجة فيها حركة حتى لو رأس. برضو ممكن إن احنا نقول كل يوم هنقرأ 3 أو 5 صفحات من كتاب كنا جايبينه بقالنا فترة وما بنقرهوش. ممكن جدا إن احنا كل يوم نلعب مع أولادنا لمدة نص ساعة. كل الحاجات دي عادات صحية ومفيدة. رابع حاجة إن احنا نلتزم بالإرشادات، زي مثلا إن احنا نغسل إيدينا باستمرار، إن احنا ما ننزلش من البيت غير للضرورة. خامس وآخر حاجة إن احنا نبقى عارفين إن مع كل تغيير بيبقى فيه فرص للتقدم والتطور، وبيبقى فيه حاجات إيجابية بتحصل. فبدل ما نرفض التغيير ده ونفضل كل اللي احنا مركزين عليه إن حياتنا ترجع زي ما كانت وخلاص، لأ، نحاول إن احنا نتأقلم ونغير من نفسنا ونبص على الحاجات الإيجابية علشان فعلا يحصل لنا حاجات كويسة احنا وولادنا والناس اللي بنحبهم. احنا في الفيديو ده اتكلمنا عن أهمية ان احنا نتأقلم مع التغيير وطرق مختلفة للتأقلم مع التغيير المفاجئ. اتمنى ان انتم تجربوا حاجة من الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها، وشكرا ليكم.